بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 95. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة، تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تلاعبات الشيطان ببني آدم كثيرة متنوعة، ليضلهم عن سبيل الله وليأخذ ما أمكنه منهم إلى النار، ليأخذهم معه إلى النار، لأنه تعهد بذلك لما لعنه الله وأبعده. تعهد أنه سيغوي من عباد الله من أطاعه واغتر به، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. استثنى عباد الله المخلصين الذين لا يستطيع أن يأخذ أحدا منهم، لأن الله قد عصمهم وحماهم من شره، فخطره على بني آدم عظيم، ولكنه يرده الالتجاء إلى الله والاستعاذة بالله من شره ومن كيده ومن مكره. فالمسلم دائما يلجأ إلى الله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الحمد لله، هذا حصن حصين للمسلمين من عدوهم. نعم. وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة، تلاعب نعم. تلاعب بهم حتى عبدوا الأصنام. الأصنام الحجارة والأشجار والأحجار والقبور، هل هذه تسوى بالله عز وجل وتشرك مع الله في عبادته؟ لكن الإنسان يفقد عقله، والشيطان يجذبه إليه ويزين له ويوسوس له، ولهذا يعترفون وهم في النار ويقولون للشيطان: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. يقولون لأصنامهم ولما عبدوه من دون الله وهم معهم في النار: تالله، هذا قسم حلف بالله، إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فيعبدونهم معه ويخافونهم ويرجونهم مع الله سبحانه وتعالى. غابت عقولهم عن هذا، وزين لهم الشيطان أعمالهم. نعم. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى. نعم، التي صور الموتى على أشكال هؤلاء، صوروا صورهم وعبدوها من دون الله كما فعل بقوم نوح. نعم. فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام. نعم. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج. نعم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن
المتخذين المساجد على القبور والمتخذين عليها السرج والمصابيح، لأن هذا يجر إلى عبادتها من دون الله، هذه من وسائل الشرك. فالقبور لا يكون عليها صور للموتى ولا يكون عليها مصابيح ولا تسرج المقابر وتنور، لأن هذا وسيلة إلى عبادتها من دون الله. ولهذا إذا جاءوا بالليل يدفنون الميت يأتون معهم بكشاف كهربائي أو بسراج بقدر ما يدفنون الميت، ثم يذهبون به ولا يتركونه في المقبرة، يتركون السراج في المقبرة، يتركون الكهرباء مولع مضاءة في المقبرة، لأن هذا وسيلة إلى عبادة القبور. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذه النافذة إلى الشرك، فنهى عن إضاءة القبور والبناء عليها وكل ما فيه، كل ما فيه تعظيم للأموات بغير حق. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، كذلك من وسائل الشرك الصلاة إلى القبور، استقبال القبور في الصلاة. وإن كان المصلي يصلي لله، لكن صلاته إلى القبر تجر إلى تعظيم القبر وفي النهاية عبادة الموتى. فنهى عن الصلاة إلى القبور، فالمسلم إذا أراد أن يصلي يبتعد عن القبور. نعم. وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا. والوثن هو ما عبد من دون الله وإن لم يكن على صورة، ما عبد من دون الله فهو وثن، وما عبد على صورة حيوان أو إنسان فهو صنم. نعم. ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، عيدا يتخذوا قبره عيدا، لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلون فيها صلاة التطوع صلاة الليل، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا يصلى فيها صلاة الليل صلاة التطوع ولا يقرأ فيها القرآن، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تعتادون المجيء إليه وتجلسون عنده وتكررون زيارته، إنما يزار قبر الرسول لمن كان وافدا إلى المدينة فيصلي في المسجد النبوي، أول ما يقدم يصلي في المسجد النبوي ركعتين تحية المسجد، ثم يذهب ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من غير غلو ومن غير تعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يسلم عليه كسلامه عليه يوم أن كان حيا عليه الصلاة والسلام، ثم ينصرف، هذا للقادم إلى المدينة. أما من كان مقيما في المدينة فلا يذهب كل ما دخل المسجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، تكرار السلام عليه هذا وسيلة إلى الشرك. فيصلي، يدخل في المسجد النبوي ويصلي ثم ينصرف إلى بيته ومسكنه من غير أن يذهب ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله جل وعلا، شدة الغضب
من الله عز وجل هلاك للمغضوب عليه، لأن الله جل وعلا إذا اشتد غضبه على أحد أهلكه. فالنبي دعا هذا الدعاء: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عندها وإن كانوا يصلون لله، لكن المكان ليس مكانا للصلاة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور. وأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور. بتسوية القبور، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. المشرف يعني المرتفع، يسوى يعني يزال ارتفاعه ويكون كسائر القبور، ليس له ميزة عليها ولا يكتب عليه ولا يحط عليه لوحات، هذه من وسائل الشرك، ولا يعرف، لا يعرفه إلا من كان يعرفه من قبل. أما أن يعرف لما عليه من علامات هذا لا يجوز، تكون القبور سواء. قبور الصحابة رضي الله عنهم قبورهم في البقيع لا يميز بعضها عن بعض، قبور مسنمة مرفوعة عن الأرض قدر شبر لئلا تداس، ولا يزاد على هذا. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمس التماثيل. طمس التماثيل، تماثيل الصور المجسمة، هذه التماثيل الصور المجسمة. وقد يطلق التمثال على الصور غير المجسمة المرسومة، تسمى تماثيل، لكن الغالب أن التماثيل على الصور المجسمة. نعم. فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله. أبى المشركون إلا خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن القبور، ففعلوا عندها وبها ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فآل الأمر إلى عبادتها من دون الله. نعم. فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد. إما جهلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور، وإما عنادا لأهل التوحيد، وهذا أشد، إذا كان عناد فهو أشد. نعم. وإما عنادا لأهل التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئا. لم يضر أهل التوحيد أن عاندهم المشركون في القبور، ما ضرهم هذا، لأنهم يتبرعون منه ولا رضوا به، فلا يضرهم هذا، إنما يضر من فعله وقام به. نعم. وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين، وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم. نعم. هذا يعني الغلو في القبور والاغترار بما يكون عليها من الدعايات إنما هو عند العوام من المشركين، وأما خواص المشركين والذين عندهم معرفة خبرة فإنهم صوروا هذه القبور، جعلوا عليها صور الكواكب، صور الكواكب التي يعبدونها من دون الله، صور النجوم، وهؤلاء هم المنجمون. نعم. وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم وجعلوا لها المؤثرة في العالم عندهم، يعني يعتقدون أن الكواكب تؤثر في العالم، وهذا هو التنجيم الذي حذر منه الرسول
صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، زاد ما زاد، فلا يجوز هذا. نعم. فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجابا وحجا وقربانا. جعلوا لها بيوتا، جعلوا لها بيوتا، بنوها عليها، بنوا عليها بيوتا، ما هي بيوت سكن، بيوتا للقبور بنوها عليها، وجعلوا لها حجابا على الأبواب، على الضريح يكون عليه بواب، وسدنة، سدنة يخدمونها وينظفونها ويقيمون عندها يحفظونها، سدنة مثل سدنة بيت الله. نعم. وحجا وقربانا، يحجون إليها، حجون إليها كما يحج إلى بيت الله العتيق، يحجون إلى القبور، وصل بهم الأمر إلى هذا. نعم. وقربانا، قربانا يذبحون عندها لها تعظيما لها. كل هذا من الغلو في القبور ومن تزيين الشيطان لعبادها والمعظمين لها. نعم. ففتنة القبور فتنة خطيرة، وقد استشرت في العالم، خصوصا العالم الإسلامي، استشرت فيهم، إلا من وفقه الله للهدى وكلمة التوحيد فإنهم كانوا في عافية من هذا. نعم. تمسكهم بالسنة. نعم. ولم تزل هذه في الدنيا قديما وحديثا. نعم. ولم تزل هذه في الدنيا قديما وحديثا. ولم تزل هذه الفعلة الشنيعة في الدنيا قديما وحديثا، وتتجدد، واتخذت سنة عند القبور، من لم يفعل هذا فقد احتقر هذا الميت بزعمهم، وبخسه حقه. الذي لا يغلو في القبور يقولون هذا تهاون للميت وبخسه حقه، وهذا من إملاء الشيطان، شياطين الإنس والجن. هناك علماء ضلال يحسنون هذه الأمور للناس ويصوبونها. نعم. ولم تزل هذه في الدنيا قديما وحديثا، فمنها بيت على رأس جبل بأصفهان كان به أصنام، أخرجها بعض ملوك المجوس وجعله بيت نار. نعم. جبل في أصفهان في المشرق، في بلاد المجوس، بيت في قبور تعظم وتزار ويتقرب إليها، ولكن بعض ملوك المجوس أخرجها من هذا البيت ليستبدلها، ليجعلها بيت نار، لأن المجوس يعبدون النار ويجعلون لها بيوتا، فأخرجها لأجل أن يجعل هذا المكان بيتا للنار التي يعبدونها. نعم. ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهرة، فخربه عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء، بصنعاء من بلاد اليمن، من بلاد اليمن، وكان للمجوس عليها سلطان في الزمان السابق. نعم. بناه بعض المشركين على اسم الزهرة،
زهرة هي النجم النير، النجم النير هذه الزهرة. نعم. فخربه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في خلافته. عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث، ثالث الخلفاء الراشدين، دمر هذا المعبد وأزاله رضي الله عنه. وهذا واجب، هذا واجب ولاة أمور المسلمين أن لا يتركوا هذه المعابد الشركية في بلادهم. نعم. ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة فخربه المعتصم. ومنها بيت بناه قابوس الملك، قابوس الملك، نعم، على اسم الشمس، على اسم الشمس لأنهم يعبدون الشمس وهي أكبر الكواكب، يعبدونها، يعبدون القمر، يعبدون النجوم، تفرقت بهم الأهواء نسأل الله العافية. لما تركوا التوحيد وقعوا في أنواع كثيرة من الشرك، وهكذا من ترك الحق يبتلى بالباطل. نعم. ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة فخربه المعتصم، المعتصم العباسي، وقد أجاد في هذا، وهذا من محاسنه. نعم. وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. نعم. الهند يكون فيها 360 ديانة، هذا في السابق، يمكن زادت الآن 360 ديانة. نعم. وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. قال يحيى ابن بشر: إن شريعة الهند وضعها لهم رجل يقال له برهمن، برهم البراهمة اللي يسمون البراهمة، هذولا أتباع لهذا الملك المشرك برهم. نعم. ووضع لهم أصناما وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من مدائن السند، وجعل فيها صنمهم الأعظم، وزعم أنه بصورة الهيولى الأكبر. نعم. وفتحت هذه المدينة في أيام الحجاج، واسمها الملتان، واسمها الملتان، الملتان. نعم. فأراد المسلمون قلع الصنم، فقيل لهم: إن تركتموه ولم تقلعوه جعلنا لكم ثلث ما يجتمع له من المال. فأمر عبد الملك ابن مروان بتركه. فالهند تحج. هذا من خطأ عبد الملك ابن مروان، مع أنه خليفة حازم، لكن أغراه المال فترك لهم هذا، تقبل منهم هذا المال الذي يدفعونه. هذا من غلطات الولاة. نعم. فالهند تحج إليه من نحو 2000 فرسخ، ولا نعم. بد لمن يحج تحج، فالهند تحج إليه، يعني تقصده، تحج إليه يعني تقصده. نعم. من نحو 2000 فرسخ، يعني من مسافة بعيدة 2000 فرسخ، والفرسخ محدد بأن الفراسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال. نعم. ولا بد لمن يحجه أن يحمل معه من النقد ما يمكنه من 100 إلى 10,000، أي لأجل السدنة، تأخذه السدنة. وكان ملوكهم يستغلون، ولا يزال هذا إلى الآن، يستغلون هذه الأضرحة، يستغلونها للاستثمار، فيأخذون قسطا مما يحصل لها من الناس الذين يقدمون لها النذور ويقدمون لها الأموال تقربا إليها. فكان بعض الملوك، وقد يكونون من المسلمين، يأخذون قسطا من هذه الأموال فتركوها من أجل ذلك،
فصاروا يستثمرونها. نعم. ولا بد لمن يحجه أن يحمل معه من النقد ما يمكنه من 100 إلى 10,000، لا يكون أقل من هذا ولا أكثر، فيلقيه في صندوق عظيم هناك ويطوف بالصنم، صندوق النذور. نعم. فإذا ذهبوا ورجعوا إلى موارد، بعض الولاة يعتبرونها من موارد الدولة، فيأخذون مما يحصل لها من هذه الأموال ويجعلونها لبيت المال لهم. نعم. فإذا ذهبوا ورجعوا إلى بلادهم قسم ذلك المال، فثلثه للمسلمين، وثلثه لعمارة المدينة وحصونها، وثلثه لسدنة الصنم ومصالحه. نعم. وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه. نعم. إبراهيم عليه السلام بعث في بابل من أرض العراق، في أرض بابل من أرض العراق، وكان فيها الشرك العظيم، ويعبدون النجوم والكواكب، يعبدون النجوم والكواكب التي يزعمون أنها على صور هذه القبور. فناظرهم إبراهيم عليه السلام، ولما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني غاب وراح. الرب لا يغيب، ويريد أنه يناظرهم في هذا، فهو مناظر لهم، قال هذا ربي يعني بزعمكم. فلما أفل يعني غاب، الإله يغيب، يغيب عن عباده وعنه، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لأن الرب لا يغيب عن خلقه. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حاجه قومه وفي النهاية أوقدوا له نارا عظيمة، إذا مرت الطيور مع الجو تسقط فيها من حرها، وجاءوا بإبراهيم عليه السلام مقيدا بالقيود، جاءوا به ولم يقربوا من النار لحرها، ووضعوه في المنجنيق، وضعوا إبراهيم في المنجنيق ثم قذفوه في النار، قال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فانقلبت النار برد، لو قال برد فقط لأهلكته ببرودتها، ولكنه قال وسلاما على إبراهيم. فلما جاءوا وجدوه في أحسن حال وأطيب بال، وما ضرته النار التي زعموا أنها أحرقته. نعم. لأن الله قال لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده، كسر آلهتهم بيده لما ذهبوا نظرة في النجوم، يعني على مذهبهم يتنزل معهم، قال إني سقيم يعني مريض ما أستطيع أروح معكم، فتركوه لأنه مريض. فلما ذهبوا قام عليه الصلاة والسلام إلى الأصنام فكسرها، إلا واحدا منها وهو أكبرها لعلهم إليه يرجعوا. لما جاءوا وجدوا
أصنامهم مكسرة. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه من الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، لأن الكبير لا يرضى أن يشاركه من هو دونه. في هذا إشارة إلى توحيد الله عز وجل. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فلما قال لهم هذه المقالة تحيروا، لأن ما الأصنام ما تتكلم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. عند ذلك هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض بابل إلى أرض العراق، هاجر من أرض بابل إلى أرض الشام، هاجر من أرض بابل إلى أرض الشام وبيت المقدس. نعم. وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه، وهو مذهب قديم في العالم وأهله طوائف شتى، فمنهم يعني عبادة الكواكب. نعم. فمنهم عباد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل وهي أصل نور القمر والكواكب. نعم، لأن نور القمر مستفاد من نور الشمس، ولهذا إذا حالت الأرض بين الشمس وبين الناس أظلم الجو، هذا الكسوف تكسف الشمس، وإذا حال القمر بين الشمس وبين الأرض حصل خسوف القمر. نعم. فمنهم عباد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل وهي أصل نور القمر والكواكب، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهي عندهم ملك الفلك، فملك الفلك فيستحق التعظيم والسجود والدعاء. ومن شريعتهم في عبادتها أنهم اتخذوا لها صنما بيده جوهر على لون النار، وله بيت خاص قد بنوه باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى والضياع، وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيت يصلون فيه له 3 كرات في اليوم، ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعونه ويستسقون به، وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها، وإذا غربت وإذا توسطت الفلك. يعني يسجدون لها 3 مرات، إذا طلعت وإذا غربت وإذا توسطت الفلك، يعني قبل الزوال، يعني قبل الزوال. نعم. ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات 3. نعم، الشيطان يطلع معها مع الشمس، ولذلك نهينا عن الصلاة وقت بزوغ الشمس، لأنها تطلع بين قرني شيطان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا غربت تغرب بين قرني شيطان، فلذلك نهي عن الصلاة في هذين الوقتين. نعم. ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات 3 لتقع عبادتهم وسجودهم له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات. نعم. قطعا لمشابهة الكفار ظاهرا، وسدا
لذريعة الشرك وعبادة الأصنام. نعم. وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي، ومن شريعة عباده أنهم اتخذوا له صنما على شكل عجل ويجره أربعة وبيد الصنم جوهرة ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة من كل شهر. ثم أين عقولهم والعياذ بالله؟ أين عقولهم؟ يصنعون الشيء بأيديهم ويعبدونه وهم اللي صنعوا. قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. نعم. ويصومون له أياما معلومة من كل شهر ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور، فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه. ما شاء الله. نعم. ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها بزعمهم، وبنوا لها هياكل ومتعبدات، لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه. ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب إلى ابن خطيب الري، تعرف سر عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها. ابن خطيب الري الرازي، هو الرازي. نعم. وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام، فإنهم لا تستمر لهم طريقة إلا بشخص خاص على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه. ومنها هنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما زعموا أنها على صورها، فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه. وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. ومن أسباب عبادته أيضا أن الشياطين تدخل فيها. نعم. تدخل فيها وتخاطب الناس، تدخل في هذه الأشياء ويقولون هي تكلمت، وهي ما تكلمت، الشيطان هو اللي تكلم فيها، دخل فيها وتكلم، خاطب الناس. نعم. ومن أسباب عبادته أيضا أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات وتدلهم مغيبات عن الناس، لأن الشياطين عندها أشياء تعلمها لا يعلمها الناس، لأنهم يصعدون إلى الجو ويسترقون السمع ويأتون بأخبار كثير منها كذب وقليل منها صحيح، وهو الذي سمعوه من الملائكة. نعم. استراق السمع. نعم. أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم، وهم لا يشاهدون الشياطين، فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب، وعقلاؤهم يقولون إن تلك روحانيات الأصنام، وبعضهم يقول إنها ملائكة، وبعضهم يقول إنها العقول المجردة، وبعضهم يقول هي روحانيات الأجرام العلوية، وكثير منهم لا يسأل عما عهد، بل إذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلها ولا يسأل عما وراء ذلك. وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان. نعم. إذا تركوا الدين الحق ابتلوا بالأديان الباطلة ولا يجتمعون على دين، كل له دين، كل له نحلة، خلاف أهل الحق فدينهم واحد، كلمتهم واحدة، توجههم واحد، لا يختلفون،
ولا يتعادون ولا يتباغضون. نعم. وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحنفاء، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عن ما سواه. نعم. وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام كما تقدم، وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبق الأرض. قال إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الشرك، خاف على نفسه من الشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فلا يأمن الإنسان أنه يقع في الشرك، لا يغتر ويقول أنا عرفت الحق وأنا وأنا وأنا، لا يغتر الإنسان، قد ينخدع من الشيطان فيقع في الشرك. نعم. قال إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. مع أنه كسرها بيده خاف أن يعبدها، ما أمن على نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. والأمم التي أهلكها الله بأنواع الهلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنام. نعم. كما قص الله تعالى ذلك عنهم في القرآن وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين. نعم. ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999. نعم. يقول الله جل وعلا لآدم عليه السلام يوم القيامة: أخرج من ذريتك بعث النار، يعني الذين وجبت لهم النار، فيخرج من 1,999 في مشركون. فالشرك كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد قال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أبى أكثر الناس، امتنع إلا كفورا، يبون الكفر. نعم. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا يغتر بالكثرة ويقال هذا حق، وإنما يعتبر القلة الذين على الحق وإن كانوا قليلين. النبي يأتي يوم القيامة، يأتون الأنبياء يوم القيامة، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ما تبعه إلا رجل أو رجلان. نوح عليه السلام 1,000 سنة إلا 50 عاما، وما تبعه إلا 140، 140 فقط تبع نوح عليه السلام. نعم. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. نعم. آيات تدل على أن الكثرة لا عبرة بها، وإنما العبرة بمن على الحق ولو كانوا قليلين أو واحدا. نعم. ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها. نعم. يقاتلون دونها ويقتلون دونها ويصبرون على القتل، لأنهم والعياذ بالله عرق في قلوبهم الشرك فحسبوه حقا. نعم.
ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما. نعم. ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها، وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات، ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها. ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها، والعاشق نعم فتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور والاستمتاع بها، لأنها فتنة عظيمة. نعم. ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها، والعاشق لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة، وهو يشاهد ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر، غير ما أعد الله له في الآخرة وفي البرزخ، ولا يزيده ذلك إلا إقداما وحرصا على الوصول والظفر بحاجته. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد، فإن تأله القلوب لها أعظم من تألهها للصور التي يريد منها الفاحشة بكثير. والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله، وأنهم أعداء الله ورسله، وأنهم أولياء الشيطان وعباده، وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منها، وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات، وأن الله سبحانه بريء منهم هو وجميع ملائكته، وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل لهم عملا. وهذا معلوم بالضرورة من الدين الحنيف. نعم. ومع هذا لا يقلعون عن عبادة، لا يقلعون عن الشرك، وهم يعلمون ما حل بأهله عاجلا وآجلا، يعلمون ذلك لأنهم فتنوا بالشرك والعياذ بالله، فأحبوه تعلقوا به. نعم. وقد أباح الله عز وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء وأموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا. نعم. أمر الله بجهاد المشركين وقتال المشركين، فهذا دليل على قبح الشرك، لأن الله أباح دماء أهله وأموالهم ونساءهم أيضا، هذا دليل على قبح الشرك وبطلانه. نعم. وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا، وذمهم بسائر أنواع الذم، وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة. فهؤلاء في شق، ورسل الله تعالى كلهم في شق. نعم. هؤلاء يشاقون الله ورسوله لأنهم كانوا في شق غير الشق الذي فيه الله ورسله. نعم. يعني جانب في جانب، يعني شق يعني جانب. نعم. فصل. من أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح من يقول بأن الصور المحرمة هي ما كانت مجسمة، أما الصور المرسومة أو ما يسمى بالفوتوغرافية فليست محرمة؟ لا، هذا غلط، هذا غلط وليس بصحيح. الصور كلها محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولم يستثني أحدا منهم، عموما لعن المصورين عموما، سواء بالنحت أو بالرسم أو بالآلة الفوتوغرافية. الحديث عام، اللعنة عامة لهم.
فمن الذي يستثني مما عممه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا مباح وهذا محرم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا من روسيا، فما نصيحتكم للطلاب من روسيا الذين تخرجوا من جامعات هذه البلاد المباركة، بلاد المملكة العربية السعودية، لكنهم قعدوا عن الدعوة في بلادنا وقعدوا عن التعليم، فلا نجدهم يدعون إلى التوحيد مع تمكنهم من ذلك، ما النصيحة لهؤلاء وفقكم الله؟ هذا في القرآن الكريم، الله جل وعلا يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالذين تعلموا وعرفوا الحق وعرفوا التوحيد لا يجوز لهم السكوت إذا ذهبوا إلى بلادهم، بل عليهم أن يعلموا الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، يعني يعلمونهم بالرفق واللين مهما أمكن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عوام المشركين هل يعذرون بالجهل في هذه الأيام؟ ما يعذرون بالجهل وهم يسمعون القرآن والنهي عن الشرك وبيان عقوبة المشرك، ما يعذرون وهم يقرؤون القرآن ويسمعون المحاضرات والدروس كيف يعذرون؟ نعم، قامت عليهم الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا يوضع على القبور لوحة يكتب فيها اسم الشخص المتوفى، فما يجب علينا نحن القيام به بخصوص هذا الأمر، علما بأننا لو نزعنا اللوحات بأنفسنا لحصلت فتنة بين الناس؟ لا تنزعوها، ولكن علموا الناس، علموهم، ادعوهم إلى الله، بينوا لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل أيضا يقول: المقابر في قريتنا مقامة على أرض زراعية، فيضطر الناس إلى بناء القبور فوق الأرض خوفا من خروج الماء على المقبورين، فيجعلونها كالغرف، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، إذا احتاج إلى أن القبر يبنى للميت ويوضع فيه ويسد عليه ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض البلاد يجعلون أعمدة إنارة في المقابر يتم إضاءتها عند الدفن فقط ثم يعاد إغلاقها، فهل هذا جائز؟ لا يجوز هذا، لا يجوز جعل أعمدة كهربائية في المقابر، وإنما يأتون معهم بمصابيح كهربائية ويذهبون بها، يذهبون بها معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أغلب المشايخ في بلدنا، سؤال من خارج هذه البلاد، يقول: أغلب المشايخ في بلدنا من الصوفية ويبيحون زيارة المساجد التي فيها قبور وأولياء بزعمهم والصلاة عندهم، يقول: وعندما يسألون في فتاوى الإذاعة هل يجوز أن نقول مدد يا حسين أو مدد يا رسول الله، يقولون: نعم، وهذا من باب الوسيلة المشروعة، يقول: ما الرد على ذلك وما حكم هذا الكلام؟ هذا كلام باطل، وليس هذا من الوسيلة المشروعة، بل هذا من الباطل الممنوع، فعليكم أن تبينوا لهم كما ذكرنا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولا تسكتوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز وضع رقم على القبر وليس كتابة اسم للمتوفى؟ لا، ما يجوز وضع رقم، يوضع مثلا حجر لا يعرفه إلا من وضعه، يخط عنده خط في الأرض أو ما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعض المسلمين عند سفرهم إلى بلاد الهند أو بلاد الغرب فإنهم يقومون بزيارة القبر الشهير
في الهند وهو ما يسمى بتاج محل، ويزورون الكنائس في بلاد الكفار ويقولون إنما نفعل ذلك لغرض السياحة والفرجة، هل هذا الأمر جائز؟ لا، ما هو جائز إلا إن كانوا ينكرون هذه الأشياء ويبينون فسادها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز زيارة بعض المعالم كمدائن صالح وقصدها للفرجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها تقنع عليه الصلاة والسلام وقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم ولما الله. عجنوا من مائها، لما عجنوا من ماء ديار ثمود، أمر صلى الله عليه وسلم بالعجين أن يعلف الدواب، يعلف الدواب ولا يأكله المسلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بل فعله كبيرهم هذا، هل يستدل به على جواز استخدام الكذب في الدعوة إلى الله؟ ما هو هذا كذب، هذا يريد إبراهيم عليه السلام أن الكبير لا يرضى أن يعبد معه من هو دونه، هذا إشارة إلى التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الاحتفاظ بالصور بالجوال أمر مباح علما بأن هذه الصور ليس لها جرم؟ ما يجوز إلا لغرض صحيح، لغرض صحيح، لغرض الدعوة إلى الله، هذا لا بأس. أما اقتناها إعجابا بها أو محبة لها أو ما أشبه، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة سورة الإخلاص عند الدفن؟ ما ورد هذا بدعة، ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن الدفن يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يقال عند الدفن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أكلف أحدا لإخراج زكاة مالي؟ نعم، التوكيل يجوز، توكل واحد يخرج زكاة مالك لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: يوجد عندنا مدرسة وفيها قبور، فهل يجوز لنا أن نصلي في هذه المدرسة؟ عند القبور لا تصلون عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل ذبح أضحيته في بيت والده ووزع منها، لكنه لم يعطي زوجته وأولاده، فهل عليه شيء في ذلك؟ خلاف السنة، هذا خلاف السنة، كان السنة أن يعطي أولاده وزوجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يشتري أسماكا للزينة ويجعلها في حوض في منزله، أو يشتري يقول كلبا ويجعله في منزله؟ أما الكلب فلا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا ما يجوز يقتني الكلب إلا للأمور الواردة بالحديث، لحراسة، حراسة الأغنام، أو حراسة يعني حراسة المواشي، أو حراسة البيت، لا بأس بذلك، اتخاذه للحراسة لا بأس بذلك. نعم. الأسماك فضيلة. نعم. أسماك الزينة التي توضع في الأحواض يقول. ما دامت حية ومع مجعول لها طعام ما في بأس. حية ومجعول لها وماء تعيش فيه وماء تطعم لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أسلم الرجل وكان اسمه قبل الإسلام معبدا لغير الله، فهل يجب عليه أن يغيره؟ أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء أناس أسلموا
وكانوا معبدين لغير الله غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 4 ركعات بعد صلاة العشاء فكأنما أدرك ليلة القدر؟ لا أعرف هذا، لكن الصلاة في الليل، الصلاة في الليل طيبة، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر كل هذا وقت لصلاة الليل، أوله من وسطه من آخره، وآخره أفضل، آخر الليل أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الأفضل للمسلم أن يداوم على صلاة الضحى كل يوم، أو أنه يفعلها يوما ويتركها يوما؟ هذا السنة أنه يفعل يوم ويتركها يوم، يغب بها، يجعلها غبا، أي يوم بعد يوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: العاصي لله عز وجل متى يجب هجره ومتى لا يجوز هجره؟ يجب هجره إذا نصح ولم يمتثل، وكان هجره فيه مصلحة، إذا هجر يترك المعصية، أما إذا كان ما يترك المعصية فلا يهجر، وإنما يستمر على مناصحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما النصيحة لمن ابتلي بالنظر إلى المحرمات، وما علاج ذلك وفقكم الله؟ النصيحة في قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من حلف على رجل ألا يقوم من مقامه للسلام عليه، لكن ذلك الرجل قد قام، فهل عليه كفارة يمين؟ نعم. من حلف على رجل ألا يقوم من مقامه للسلام عليه، لكن ذلك الرجل قد قام، فهل يترتب على ذلك كفارة يمين؟ أي نعم، عليه كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال المرأة للحبوب التي تنظم الحمل؟ كيف؟ ما حكم استعمال المرأة للحبوب التي تنظم الحمل؟ لا بأس بذلك، لكن برضا الزوج، لابد من رضا الزوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يسأل يقول: المستحاضة هل يجوز للزوج أن يأتي زوجته حال استحاضتها؟ في غير مخرج البول، في غير مخرج البول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل المقصود بذلك قصر الخشية على العلماء فقط؟ لا، أنهم أولى من غيرهم، والحق والواجب عليهم أشد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: رجل ترك صلاة الظهر والعصر حال سفره ثم وصل إلى بلده، فهل يصليها قصرا أم يتم الصلاة؟ لا، يتم الصلاة في بلده، إذا وصل إلى بلده يصلي في بلده، يتم الصلاة، لأن السفر انتهى وانتهت الرخصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فهل يجب عليه أن يؤمن كما يؤمن المأمومون؟ التأمين ما هو واجب، سنة، يؤمن هو والمأمومون. نعم. هنا فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك دعاء شرعي وارد لأجل الحصول على وظيفة؟ يدعو أن الله يرزقه، يدعو أن الله يرزقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يقول: ما معنى سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ يسر له، يسر له طريق الجنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجب على المسلم أن يؤمن بجميع الرسل؟ بلا شك، لا نفرق بين أحد من رسله، فالذي يفرق ولو نبي واحد يكفر بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ نعم، حي حياة برزخية. الشهداء الله جل وعلا أخبر أنهم أحياء، لكن حياة برزخية، ما هي حياة مثل ما هم على الدنيا، حياة برزخية يعني حياة بقبر.